ومن هواية تتحول إلى إدمان. مو بس خيالة، أنت تعالجتي بالخيل، تكون عقل واحد، قلب واحد، أربع ريول وذيل، نطوا صقلة والموت. سمعنا عن قصص كثيرة في عالم الخيل، ولكن اليوم سارة رياض راح تعرفنا على قصة فريدة ومختلفة من نوعها، شلون تأثير الخيل على حياتها وصحتها النفسية. هلو، أهلا. قلتي لي إنك مو بس خيالة، أنت تعالجتي بالخيل، شنو هي قصتك؟ كنت أعاني من اختلال في نبضات القلب، ونصحني طبيب القلب أني أمارس بعض الرياضات اللي تساعد على تنظيم نبضات القلب، اللي منها اليوغا والسباحة وأيضاً ركوب الخيل. وكوني من عائلة تنحدر في حب الفروسية والخيل، قررت أتعلمها بروفيشنال كفروسية. وطبعاً من يوم بديت أركب خيل، خلنا نقول من خلال يعني 8 شهور لسنة، أنا وقفوا عني حبوب القلب، حالتي الجسدية والنفسية تحسنت جداً. الخيل يحسن التوتر، القلق، الاكتئاب، يعلم الصبر، الانضباط. أيضاً يستخدمونه شيء إحنا نسميه Animal Associated Therapy، اللي هو العلاج بالحيوان. شيء جداً جميل في مملكتنا أن ركوب الأطفال التوحد مجاني من كثر ما هو يساعدهم، ينشط مستقبلاتهم الحسية مثل لمس الخيل، الشم، حتى تواصله مع الخيل. لما تعطينا الخيل أوردر بالريل وباليد، يحسن هالشيء مهاراته في التواصل مع البشر خارج الاسطبل، ويهدئهم ويعزز الثقة في النفس عندهم. سارة، ليش عندنا معتقدات تقول أن المرأة ما يصير تركب خيل؟ طبعا هاي علميا نتكلم، هاي المعلومة جدا خاطئة. ركوب الخيل مجرد رياضة، تقعدين على الخيل وفيها حركة جسدية وبدنية، ما لها أي أضرار جسدية على أي بنت ولا تأثر عليها. بس يقولك الجمباز فوق الخيل يعني ما يتناسب مع المرأة. يعني شخصيا لي، المرأة شكلها فوق الخيل بثياب الجمباز والحركات الأنيقة تناسب النساء أكثر، عكس الثقافة تماما. لما تدخلون يوتيوب تشوفوا الأولمبيات، فرنسيات، الأجانب، وفي منهم عرب وصلوا لمستويات عالمية. فهذه الثقافة تحتاج إلى تغيير. يقولك إذا تركبين الخيل دائما تكونون عقل واحد، قلب واحد، أربع ريول وذيل، لهذه الدرجة في تواصل عميق بيننا وبين الخيل، يصكك عن العالم الخارجي، كأنك تصيرين شدون عن الدنيا وانت فوق الخيل، ومن هواية تتحول إلى إدمان. تشوفين أي حد دخل في عالم الخيل صعب يطلع منه. أذكر أول ما ركبت الخيل، أول يوم لي في خيلين كانوا يوم بعد، يعني خلينا نقول عداوة ذي الخيلين، وسبب حركة لي أنا خفت كوني مبتدئة. أذكر المدربة تصارخ عليه بطريقة هستيرية، نطوا صقلة والموت، كانت تقول لنا، وحذفنا روحنا أنا ورفيجتي، يعني قطينا روحنا من فوق لتحت. بس اللي ضحكني أنا شيء واحد في هالموضوع، إن هالمدربة يعني كان خلينا نقول في السوشيال ميديا لها حساب كبير وتتكلم أول فريق نسائي، فأنتوا لا تنغرون بلي نحطهم في السوشيال ميديا، روح المكان تشوف من متدرب عنده شهادة وتدرب عنده.